بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 68. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية الكريمة ذكر الله للمؤمنين معها ثلاث مراحل: مرحلة الأولى حينما نزل أولها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله. شق ذلك على الصحابة مشقة عظيمة، إذا كانوا يحاسبون على ما خفي في النفوس فإن هذه مشقة عليهم شديد وصعبة، لأنه قل من يسلم من حديث النفس وساوس النفس. ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يطيقون ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وهذه هي المرحلة الثانية: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. لما وقر ذلك عندهم وثبت أنهم يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان شاقا عليهم بل يمتثلونه طاعة لله سبحانه وتعالى، نسخ الله ذلك بقوله: لا يكلف الله، وهذه المرحلة الثالثة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأول الآية فيه مشقة على المسلمين، ووسطها فيه تسليم لأمر الله ورسوله وإن كان فيه مشقة. الأمر الثالث فيه نسخ ذلك والتسهيل على المسلمين: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، إلى آخر السورة. وفي كل فقرة يقول الله جل وعلا: قد فعلت، قد فعلت. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل الإيمان يزيد وينقص؟ وما الدليل في ذلك فضيلة الشيخ؟ وما الذي يزيد في الإيمان؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دليل الزيادة قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. في هذه الآية أن الإيمان يزيد وينقص إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا دليل الزيادة. دليل النقصان في الإيمان قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان قد يضعف ويكون مثقال حبة خردل، قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. وليس وفي رواية: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. دل على أنه يزيد حتى يكون كالجبال، وأنه ينقص حتى يكون كحبة الخردل. الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة لأدلة كثيرة، منها هذه الآية الكريمة وهي واضحة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق
طريق، دل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى، وليس هو على حد سواء في قلوب الناس. في هذا رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مرجئة العقيدة معروفون، وهم فرقة ضالة في فهمهم. نعم. هذه أم محمد أرسلت بتستفسر عن حديث الشيخ: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم، الحديث صحيح ثابت، فيه أن قوما جاءوا ظاهر عليهم الفقر والفاقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون عليه الحال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن واجتمعوا وصلى بهم، ثم حثهم على الصدقة، حثهم على الصدقة لأجل هؤلاء المحتاجين. فجاء رجل بصرة من الذهب قد عجزت عنها يده أو كادت أن تعجز، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني تتابع الناس لما رأوا هذا الرجل تتابعوا في صدقاتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ومعنى سن في الإسلام أي عمل بالسنة، وليس معناه أنه يحدث شيئا ليس مشروعا، وإنما أن معناه أنه عمل بالسنة وبادر، فتبادر الناس، فهو صار قدوة لهم، صار قدوة لهم. هذا معنى الحديث: من سن في الإسلام، يعني من عمل بالسنة وأظهرها وقلده الناس في ذلك وتابعوه، هذا سن في الإسلام سنة حسنة. نعم. هذا سوداني يقول: بالنسبة للمواقيت لمن أراد الحج والعمرة، فأنا من السودان وكان حجزي على المدينة، فأحرمت عندما وصلت من المدينة. إلى أين وصل؟ وصل إلى المدينة قبل أن يذهب إلى مكة. نعم، هو حكم أهل المدينة، يحرم من ميقات، وهو ذو الحليفة يحرم من ميقاتها للمدينة. نعم. أحسن الله إليكم. من تجاوز يا شيخ صالح هذه المواقيت فماذا عليه؟ من تجاوزها ولم يحرم فإنه يجب عليه الرجوع إليها والإحرام منها، وأما من تجاوزها وأحرم فإنه يكون إحرامه صحيح، ولكن يكون عليه فدية عن تجاوز الميقات، وهي شاة تجزئ في الأضحية بحوها في مكة ويوزع لحمها على الفقراء، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. نعم. هذا سائل يقول بأنه مولع بالصيد فضيلة الشيخ، ونصطاد في البراري، متى يذكر اسم الله على هذه؟ وإذا لم يتسنى لنا الذكر فماذا علينا؟ يذكر الله عند إرسال السهم أو إرسال الجارحة، وهي الطير الجارح الذي يصطاد به كالصقر، أو الحيوان الذي يصطاد به كالكلب، يذكر اسم الله عند إرسال، إذا رأى الصيد يرسل الجارحة أو السهم إليه ويذكر اسم الله عند ذلك، لقوله سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاذكروا اسم الله عليها، يعني عند إرسالها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله فكل. نعم. هذه السائلة التي أرسلت في مجموعة من الأسئلة تقول في الآية يا شيخ: فاستمتعوا بخلاقه فاستمتعتم بخلاقكم. المراد بالخلاق النصيب، يعني استمتعوا بنصيبهم من الدنيا، اقتصروا عليه ولم ترتفع أطماعهم إلى ما في الآخرة، وهذه صفة المنافقين الذين يعملون من أجل الدنيا، وأما أهل الإيمان فهم يعملون من أجل الآخرة، سواء حصل لهم طمع أو لم يحصل لهم طمع، يعملون من أجل الله سبحانه وتعالى. استمتعوا بخلاقهم، يعني من قبلنا، بنصيب من الدنيا وانشغلوا بها. فاستمتعتم بخلاقكم أي بنصيبكم، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وهذا ذم من الله سبحانه وتعالى لمحبة الدنيا والانشغال بها والتلذذ بها والإعراض عن الآخرة والعمل لها. نعم. سؤالها الثاني يا شيخ تقول: من كان في قلبه شيء من المرض فكيف يتخلص منه، وقد قال الله تبارك وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا.
هذه الآية في المنافقين، هذا مرض النفاق والعياذ بالله. وأما مرض الرياء والسمعة فهذا يعرض للمؤمن، ولكنه يدفعه بالإخلاص لله عز وجل ويسلم من شره وتبعاته. نعم. أيضا تقول لي سؤال يتعلق بالسير على طريق المستقيم، كيف يعرف العبد بأنه أو المؤمنة بأنهم يسيرون على صراط المستقيم؟ والآية الكريمة تقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يسير على الصراط المستقيم إذا تمسك بالكتاب والسنة وعمل بها وترك البدع، هذا الذي على الصراط المستقيم. أما المنحرف عن الصراط المستقيم فهو الذي يعمل بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطة. نعم. المرأة يا شيخ في آخر أسئلتها تقول التي لا تستطيع أن تلزم العلماء لطلب العلم، العلماء الراسخين لتقوم بتبليغ الدعوة، كيف يكون أخذها للعلم؟ أولا الدعوة يشترط لها العلم، يشترط أن في المرأة والرجل التعلم، أن يتعلم قبل أن يدعو. أدعو إلى الله على بصيرة على علم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة الموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه لا يعرفها إلا العلماء. الذي يريد أن يدعو إلى الله لا بد أن يتعلم أولا ويدعو بعد ذلك إلى ما علمه الله. دعو الناس إلى العمل بالسنة، إلى الكتاب والسنة، هذا هو طريق الدعوة إلى الله. ولا يجوز للجاهل أن يدعو إلى الله، لأنه قد يحلل حراما أو يحل حراما، يحل حراما أو يحرم حلالا وهو لا يدري. ثم أيضا الذي يدعو إلى الله لا بد أن يسأله الناس عن مشاكلهم، فإذا كان ما يستطيع الإجابة أو يجيب بجواب خطأ كلا الأمرين صعب، فلا يتقدم للدعوة إلى الله إلا من كان عنده علم راسخ بما يدعو إليه وما ينهى عنه، وذلك بأن يكون تلقى العلم عن العلماء، أو أنه يحمل شهادة من كلية الشريعة أو من كلية أصول الدين. هذا دليل على أنه قد تعلم في كلية الشريعة وأصول الدين على العلماء، حينئذ يسوغ له الدعوة إلى الله، سواء تبرع هو بذلك أو كان معينا للدعوة من قبل ولاة الأمور. نعم. شيخ صالح، هناك الحقيقة من الناس من لا يكون لديهم هذا العلم سواء في الشريعة أو في أصول الدين، ونجدهم يتسابقون شيخ في إفتاء الناس والتعجل في الفتوى. هذا حرام ولا يجوز لهم ذلك، هؤلاء يضلون أكثر مما يهدون ويفسدون أكثر مما يصلحون، فلا يجوز لهم أن يجيبوا على أسئلة الناس وهم ليس عندهم علم بالأحكام الشرعية. نعم. أيهما أفضل في الحج، التعجل أم التأخر؟ التأخر أفضل، لأنه أكمل المناسك، ولأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قد تأخر صلى الله عليه وسلم إلى اليوم 13. نعم. يقول في فقرة له أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ما المعنى بذلك وما حكم صيام أيام التشريق؟ أيام التشريق هي اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. سميت أيام التشريق لأن العادة أنهم يشرقون لحوم الفدا والأضاحي على الحصى في ميناء، يشرقونها للشمس لتيبس، سميت أيام التشريق، وهي 11 والثاني عشر والثالث عشر. والله جل وعلا يقول فمن تعجل في يومين، يعني تعجل في اليوم 12 وطاف للوداع وسافر فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم 13 هذا أفضل وأكمل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز صيام أيام التشريق لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله، ولا يجوز صيامها إلا لمن وجب عليه فدية القران أو التمتع ولم يجدها، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قالت عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران. نعم. شاب في حديث عهده في التخرج يقول ولم أتزوج ولم أحج، بأيهما أبدأ؟ إن كان عنده مال يتسع للزواج وللحج فإنه يحج ثم يتزوج، أما إن كان ماله قليل لا يكفيه
إلا للزواج وهو يخاف على نفسه من العنت فإنه يبادر بالزواج قبل الحج. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: شخص سافر إلى بلد وأراد الصلاة في مقر سكنه واتجه إلى القبلة، لكن مع انحراف يسير، فهل صلاته صحيحة؟ الانحراف اليسير لا يضر، صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. يقول: خرج اسمي في البنك العقاري لكنني لم أحتج إليه، فهل يجوز أن أبيعه لشخص آخر يستفيد منه؟ هذا يرجع فيه إلى النظام فيرجع إليه. نعم. يقول: لدي مزرعة في عنيزة وهي تشتمل على الخضار والفواكه والطماط، فضيلة الشيخ، هل على هذه الخضار والفواكه زكاة؟ ليس عليها زكاة في نفسها، ولكن إذا بعتها وحصلت على دراهم منها وحال عليه الحول وهي تبلغ النصاب فإنك تزكيها. نعم. يقول السائل: إذا أعطى الأب ابنه بيتا ليسكنه وهو وزوجته الجديدة، هل يلزم هذا الأب أن يعطي بقية الأولاد الكبار والصغار والذكور والإناث؟ ليس للأب أن يخص بعض أولاده بالعطية، قوله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك، لما جاءه أحد الصحابة ليشهده على عطية أعطاها لبعض أولاده، قال صلى الله عليه وسلم: أكل أولادك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. إلا إذا كان هذا المعطى فقيرا وأنفق عليه أو أعطاه سكنا يحتاجه ليسكنه لحاجته وفقره فلا بأس، إذا خصه لصفة فيه دون غيره فلا بأس بذلك، وأما إذا خصه دون صفة مسوغة فإنه يكون جورا. نعم. التردد على المشعوذين والسحرة يا فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان مسلما، هل ينقص هذا من إسلامه؟ لا، ما هو نقص من في إسلامه فقط، بل يكفر بهذا. إذا ذهب إلى الساحر وسأله وصدقه فإنه يكفر بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا صدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد. والكاهن يشمل الساحر، فالساحر أشد. لا يجوز أن تذهب إلى السحرة ولا أن تسألهم ولا أن تصدقهم، لأنهم كذبة، لأنهم منحرفون عن الحق، والله جل وعلا سمى تعلم السحر كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، يعني الملكان، فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، تعلم السحر كفر وتعليمه كفر والتصديق به كفر أيضا لأنه باطل. نعم. شيخ صالح، لماذا يعني تساهل الناس في وقتنا الحاضر؟ نرى الأسئلة كثيرة في هذا الموضوع، ما الواجب على الدعاة والمصلحين تجاه هذا الموضوع؟ الواجب أن تبلغ السلطة عن وجود ساحر في محل كذا، فالسلطة عليها أن تحقق معه وتطبق عليه الحد الشرعي، حد الساحر ضربه بالسيف كما في الحديث، ليس الأمر بالهين يترك الساحر يفسد في المجتمع ويترك. من علم عن ساحر وجب عليه أن يبلغ عنه ولاة الأمور، يبلغ عنه العلماء، يبلغ عنه ولاة الأمور ليأخذوا على يده ويطهر المجتمع من شره. نعم. إذا أصيب الإنسان بسحر فماذا عليه من جهة القراءة وغيره؟ الواجب عليه أن يعالج بالقراءة والرقية الشرعية والأدوية المباحة، وفيها غنى، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل، فلا يعالج بالسحر ولا يذهب إلى السحرة، وإنما يعالج بالرقية الشرعية وبالأدوية المباحة. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. شيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء، يتجدد اللقاء إن شاء الله. أشكر جميع الزملاء الذين ساهموا في إخراج هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.